بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل ان شاء الله شويه مع ال اي ان كيو. في ال اي ان كيو سينتاكس فاندمنتالز، اساسيات ال اي ان كيو سينتاكس. هناخد كده على طول نخش على الفيجوال ستوديو من فايل نيو بروجكت، وهسميه ال اي ان كيو اكزامبل 2. واجي كده من قائمة project واد class. الكلاس ده اسميه مثلا وليكن developer، خلاص. واد ادي الكلاس line q example ده name space، كلاس اسمه developer. طبعا معرفش، ادي الكلاس اسمه developer اهو، واقول له view in class diagram، فتحولي في الكلاس دايجرام بتاعي. اخش على كلاس ديتيل، هضيف فيه فيلدز مثلا نيم، واخلي ده نوعه سترينج، خلاص. حتى مش لازم اعمل بروبرتيز دلوقتي، انا عايز اوضح بس الفكره، خليها بابليك عادي. النيم، وادي اللانجوج، ودي برضو سترينج، واخليها برضو مؤقتا بابليك. وادي الايه الايدج، ودي انت، وبرضه اخليها ايه بابليك، خلاص. دي الفيلدز بتاعتي اللي جوه الديفلوبر كلاس. لو دوست دبل كليك، ادي الكود اللي اتكتب، ادي الكلاس اسمه ديفلوبر، بابليك سترينج النيم، بابليك سترينج اللانجوج، بابليك انت الايه الايدج. واجي عندي على الانترفيس بتاعتي، عايز اعرض وليكن ليست بوكس برضو. طب انا بوريك ازاي برضو اتعامل مع الكلاس بقى، بس تفصيلين شويه. ليست بوكس عاديه، خلاص. بحط له زرار كده هيفل الليسته، وليست بوكس واحد زي ما هي اسمها عشان ما فيش وقت نضيعه اكتر من كده. واجي هنا في الكود بتاعي، انت عامل ايه؟ ديفلوبر ده الكلاس بتاعي، بس هعمل منه اري وسميتها ديفلوبرز، خلاص. بتساوي نيو ديفلوبر بس قوسين كده، وابدا انيشاليز الايه؟ الاري بتاعتي دي، ابدا انيشاليز الايه؟ الاري بتاعتي. عشان انيشاليز الري بتاعت الكلاس دي، طبعا يعني الناس تكون المفروض عارفه يعني السي شارب، فعشان انيشاليز، فكل مره كل ايتم عباره عن ديفلوبر جديد، فانا هعمل نيو ديفلوبر، خلاص. وابعت له الايتمز بتاعته، ان النيم يكون بيساوي مثلا علي كوما، واللانجوج تكون بتساوي مثلا هو مبرمج سي شارب، خلاص، كوما، والايج مثلا بيساوي 24، خلاص. واقفل ده كده بالنسبه لي نيو ديفلوبر الاولاني. هعمل كوما واحط ديفلوبر تاني، كبر كده عشان نبقى شايفين الكود على بعضه. ادي بيانات اول ديفلوبر اهو، ممكن اطلع الاقواس بتاعتي كده، خلي دي بسطر جديد، ودي نهايه الايه؟ الاري اوف ديفلوبر. كده بالنسبه لي السطر بتاع النيو ديفلوبر ده عباره عن اول ايتم جوه الاري اوف ديفلوبرز. اخد منه كوبي كده، بس الاول اعمل كوما، وادي الديفلوبر الثاني كوما، وادي الديفلوبر الثالث، وغير الاسماء كده، مثلا مهيمن، مثلا جافا، الايج مثلا 21، بسملة،
مثلا سي شارب 20 والى اخره. كده انا عندي ليست اوف ديفلوبرز فيها 3 ديفلوبر، علي ومهيمن وبسمله. فممكن اعرف دلوقتي طبعا فار مثلا ديفلوبرز ديفز، او بلاش فارز، ممكن اقول بقى ان الفارز دي اساسها ايه، دي عباره عن اي ايميرابل اللي هي عباره عن انترفيس. الانترفيس دي بتحدد محدد بنوع مثلا وليكن نوعها سترينج، خلاص ديفلوبرز كده معناها ان انا عايز اجيب ليست اوف سترينج يعني. سميتها ديفز بتساوي ايه، قلت له فروم من الدي از ديفلوبرز، هات لي من الدي اللي هي عباره عن الديفلوبرز خلاص، وير ان الدي دوت دي دوت ايه ده، مش ايه مش از ان، معلش ان المفروض دي از ديفلوبر يعني، ماشي يلا دي ان ديفلوبرز دي دوت. لا هطلع على طول الخواص بتاعتها الايدج واللانجوج والنيم، قلت له دي دوت لانجوج مثلا تكون بتساوي، عايز كل المبرمجين مثلا السي شارب، ده الشرط بتاعي. قلت له سيلكت من الدي دوت نيم، يبقى هيجيب لي الاسم، هيجيب لي الاسم من الديفلوبرز بشرط ان تكون اللانجوج بتاعتهم ايكوال ايه سي شارب. كده ده اسيرش على البيانات الموجوده عندي، وبكده اقدر اقول فور ايتش فور ايتش سترينج، والسترينج ده هيبقى ايتم بالنسبه لي اي ان الديفز دول. الديفز دي بالنسبه لي هي الناتج اللي شايل جمله ال ال ان كيو ديت، وما قال له ليست بوكس واحد دوت ايتمز دوت اد، قال هات اي دي قلت له الاي اللي هو اول اي عندي اللي هو اول نيم عندي، ثم ثاني نيم المفروض يطلع لي هنا علي بسمله بس، واعمل رن اجرب الكلام ده. رن اهو اقول له فيل الليست، قال لي علي وايه وبسمله. طبعا لو حطيت شرط مثلا دي دوت ايج اكبر مثلا من ال 20، اكبر من مش اكبر من او تساوي اكبر من 20، يعني عندي بسمله وعلي برضه هما اللي هيطلعوا اكبر من 20، لا هيطلع مهيمن وعلي. اعمل رن 5 وادوس على فيل الليست، قال لي مهيمن وايه وعلي. طبعا الشرط ده برضه ممكن يكون جاي، مش لازم يكون استاتيك يعني، الشرط مش لازم يكون استاتيك يعني، ممكن يكون جاي من على الشاشه يعني، او من كنترولز على الشاشه. فممكن مثلا لو انا عايز اتيح لي ان هو يحدد ايدج معين، ايدج معين او لانجوج معينه، ماشي يبقى الليبل يعني نرمي الليبل ده خالص وننزل له مثلا كومبو محطوط فيها ايتمز مثلا سي شارب جافا مثلا اي حاجه سي بلس بلس اذر. اوكي دي الاختيار بتاعه، وهنا دي طبعا اسمها كومبو بوكس واحد، وادي في الليست. فممكن ببساطه اقول له وير ان دي دوت لانجويج تكون بتساوي الكومبو بوكس بتاعتي دوت تكست، التكست اللي موجود في الكومبو بوكس بتاعتي، واعمل رن واجي اختار من هنا مثلا سي شارب، اقول له فيل الليست، جاب لي عليه وبسمله. طبعا ما كنتش يعني مش كاتب كود يفضي الليست يعني، لكن جافا فيل جاب لي مهيمن، قلت له مثلا طيب سي بلس بلس فيل، طبعا ما فيش حاجه عمل لها فيل، بس انا كنت عايز اقول له يعني قبل ما يبدا يملى الليست بس عشان اوريكم الفروق،
قبل ما يبدا يملى الليست هقول له الليست بوكس بتاعتك ديت دوت الايتمز اللي جواها، عايز اعمل لها كلير كل مره عشان اخد بالي ان الحاجات ما بتضافش على بعضيها يعني. كلير قبل ما ابدا املاها. لو جيت عملت رن كده قلت له كده عايز ناس بتوع السي شارب في الليست، قال لي عليه وبسمله. قلت له ماشي. عايز الناس بتوع الجافا، قلت له في الليست، قال لي مهيمن. قلت له عايز الناس بتاع السي بلس بلس، قلت له في مفيش والى اخره. وبكده نكون يعني قدرنا نبص بصايه على ازاي الاي نيريبل ديت اساسها، وممكن نعملها طبعا فار وخلاص. وشفنا ازاي الكلاس اقدر اتعامل معاه بجمله الاي ان كيو كمثال مبسط.